تحياتي للشباب الذين يهتمون بمظهرهم، لكن كما أننا نهتم بمظهرنا ينبغي أن نهتم بمخبرنا بداخلنا. فالإنسان مكون من جسد وروح، فما بالنا أو فما بال بعض الناس يهتمون بمظاهرهم بأجسادهم وينسون أرواحهم. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته؟ أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وسطي واعتدال. أنا ما أقول أيضا الإنسان عنده ويقعد يلبس للهيديشة تعبانة من أرض القماش ويشري للأحذية الله يكرمكم ويكرم المشاهدين والمستمعين، يعني من أرض الأنواع، ويشري لسيارة من أقدم السيارات، لا. أنا أقول لينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن حق النفس أيضا أن تكرمها، وإكرام الناس أن تتمظهر، أن تلبس لباس حسن، أن تكون نعلك حسنا وثوبك حسن ومظهرك حسن.